لكل أم مشغولة مع أولادها والكل ست عاملة، القطاعة اللهلوبة، قطاعة قوية ومتينة، وكمان أسلحة فولاذ وفتاكة تقطع الخضار والفاكهة بضغطة واحدة. وكل اللي تعمليه هو إنك تفتحيها وتحط الخضار أو الفاكهة وضغطة واحدة تحصلي على مكعبات صغيرة وأشكال كتير لتحضير الأكلات الشهية. النهاردة القطاعة الشهية 8 قطع فقط من المنارة، أشكال كتير لتقطيع الخضار والفاكهة، وكل ده بلمسة واحدة. القطاعة بتاعتنا مصنوعة من أجود أنواع البلاستيك غير القابل للكسر، كمان سلاح التقطيع من الفولاذ، يعني تقدري تستعمليها لكل أنواع الخضار والفاكهة وتستغني عن السكينة وبدون أي إصابات. سعر القطاعة اللهلوبة 119 جنيه زائد مصاريف الشحن. سعر القطاعة اللهلوبة 119 جنيه زائد مصاريف الشحن. عرضنا النهاردة عرض النوم السعيد، يعني هتنام في سعادة ودفء. النهاردة المنارة بتقدم عرض موفر لكل أسرة مصرية. عرضنا النهاردة عبارة عن 2 لحاف كبير مقاس 220 في 240 سنتي، وكمان 2 لحاف أطفال مقاس 180 في 220 سنتي، مصنوع من الفايبر رول الحراري من القطعة الواحدة، المصنوع بأحدث الآليات العالمية. يعني كده عرضنا 4 لحاف. سعر العرض 199 جنيه زائد مصاريف الشحن. هذا المنتج لا يباع إلا من خلال شركة المنارة ومن خلال هذا الإعلان فقط. يعني كده ما شلناش هم الشتاء. وكل ده بكام؟ 199 جنيه. أيوة 199 جنيه زائد مصاريف الشحن. يا بلاش، يعني 4 لحاف ب 199 جنيه. أيوة 4 لحاف ب 199 جنيه، سعر ولا في الأحلام. عشان المنارة بتحب عاملها بنحارب الأسعار، لا احنا بنحطم الاسعار. يلا اتصلوا بينا على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. بادي سليم الرجالي الاصلي، القوي الناعم على البشره. بادي سليم الرجالي الاصلي يساعدك على اخفاء الكرش والتخسيس في نفس الوقت، في البيت، في الشغل، في النادي، حتى وانت في الجامعه. هيخلي شكلك انيق وشيك، كمان مع الاستخدام هتحصل على الشكل الرياضي الجذاب. بادي سليم الرجالي الاصلي جميع المقاسات، يعني لو كرشك كبير، كرشك صغير، كرشك نص نص، ما تقلقش، بادي سليم الرجالي هو الحل. مجرد ما تلبسه هتلاقي الكرش اختفى وهتاخد شكل شيك. مع بادي سليم الرجالي كرش مفيش، ده غير انه ناعم وقوي وبيشد الجسم والظهر. من النهارده بادي سليم الرجالي معاك في كل مكان، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. شكل شيك وتخس في نفس الوقت، انسى التمارين والعمليات، بمجرد ما تلبس بادي سليم الرجالي هتحصل على الجسم الرياضي. بادي سليم الرجالي هتحصل على الجسم اللي بتتمناه. يلا بسرعة، أرقام المنارة مكتوبة دلوقتي على الشاشة، وطبعا السعر مع المنارة مش عادي. بادي سليم الرجالي الياباني الأصلي ب 99 جنيه. أيوه وده العادي من المنارة، 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. عشان احنا دايما مختلفين، وعشان احنا دايما بنراعي راحتكم واللي في جيوبكم، بنقدم لكم نومة مريحة لكل أفراد الأسرة بسعر ولا في الخيال. النهاردة المنارة تي في شوب كالمعتاد بتحطم الأسعار. المنارة جايبة لكم الملاية القطن بأفضل أشكالها وألوانها كمان. الملاية 3 قطع للأطفال 170 سنتي في 220 سنتي ب 25 جنيه. ب 25 جنيه يا بلاش. والملاية 4 قطع للكبار 220 سنتي في 240 سنتي ب 29 جنيه. ب 29 جنيه 220 في 240 سنتي يا بلاش. ده فعلا المنارة بتحطم الأسعار. اتصلوا على الأرقام اللي قدامكم على الشاشة، والناس اللي بتستنى عروض المنارة ما تفوتوش العرض ده، ويا خسارة للي بتفوت عروضنا. وخلي بالكم الكمية محدودة جدا. بادي إل الجبان الياباني 5 في 1 هيخسسك ويرفعك ويخليك جنان. إلى كل سيدة أو فتاة تحلم برشاقتها وأنوثتها، جميع المقاسات والأحجام. بادي إل الجبان الياباني 5 في 1
هيلم جسمك ويحافظ على جمال مظهرك ويشد الترهلات والسيريوليت من الجسم والمناطق الخلفية والأمامية والخصر والأرداف والمنطقة الخلفية. وده يرجع للمواد المصنوع منها والتي تعمل على الحفاظ على جلدك وجمال بشرتك وتعمل على تخسيس المناطق المراد تخسيسها في الجسم كله. بادي إيليت جاباني الياباني 5 في 1. عند ارتدائك بادي إيليت جاباني الياباني 5 في 1 عدة مرات هتاكل براحتك بدون أي رجيم. كل اللي بتحبيه هيخلي جسمك جميل ويقوي عضلات جسمك وخصوصا عضلة البطن. فهو يعمل على تقوية عضلة البطن ويخسسك تلقائيا ويخلي جسمك كله متعود على الشد ويزيل الترهلات. والمفاجأة تقدري تلبسيه أسفل الملابس وتخرجي بيه أو تقعدي بيه في البيت أو في الشغل. لأول مرة سعرنا النهاردة 69 جنيه زائد مصاريف الشحن. العرض ساري لفترة محدودة أو حتى نفاد الكمية. المنارة بتقدم شنطة ديزني لاند. شنطة ديزني لاند فيها 2 لحاف أطفال، بس اللحاف لحاف مش عادي، لحاف ديزني لاند، لحاف مصنوع من أجود الخامات القطنية علشان النعومة والصحة. اللحاف عليه رسومات ديزني لاند الشهيرة، ألوان جميلة وثابتة ولا تتأثر بالغسيل. أما ظهر اللحاف مصنوع من الفرو، أيوة من الفرو التركي، وزي ما أنتوا شايفين الفرو كثيف علشان نحس بالدفى في عز الشتاء. مقاس اللحاف 170 × 230، مقاس مناسب ومريح. وشنطة ديزني لاند النهاردة فيها 2 ملاية من نفس لون اللحاف من نفس رسومات ديزني لاند الشهيرة، مصنوعة من القطن. كل ملاية عليها نفس رسومات ديزني لاند الشهيرة. مقاس الملاية 170 × 230، كل ملاية معها 2 كيس مخدة مقاس 160 و2 كيس خددية مقاس 70 × 50. يبقى عرض المنارة شنطة ديزني لاند فيها 2 لحاف فايبر رول طبقتين وظهره من الفرو التركي ومعاه 2 ملاية من نفس لون اللحاف وكل ملاية معها 2 كيس مخدة و2 كيس خددية. الشتا دخل والبرد شديد وعايز تتدفى بسعر يكون على قد الإيد، ما تحترش وما تدورش، المنارة بتفكر فيك وحتعرف تحل مشاكلك وتهديك. عرض الشتا اللي ما يتفوتش من المنارة، 5 لحاف كبير مقاس 220 × 240 سنتي، لحاف كبير يغطي أكبر سرير. مش هنقول معانا الحاف هدية ولا الحافين، المختصر المفيد سعرنا النهاردة على قد الإيد. احسبوا سعر اللحاف في عرضنا وشوفوا سعر الحاف أي حد تاني، ما تحترش وما تدورش، المنارة بتفكر فيك وحتعرف تحل مشاكلك وتهديك. عرض الشتاء اللي ما يتفوتش من المنارة، عرضنا النهاردة 5 لحاف فايبر رول حراري قطعة واحدة 220 × 240 سنتي. بكام؟ ب275 جنيه. معقولة دي؟ أيوة معقولة، يعني سعر اللحاف الواحد في عرضنا 55 جنيه. خلصنا عرضنا، عرفتوا سعرنا؟ أرقامنا قدامكم على الشاشة وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاص. لكل أم مشغولة مع أولادها ولكل ست عاملة، القطاعة اللهلوبة، قطاعة قوية ومتينة وكمان أسلحة فولاذ وفتاكة تقطع الخضار والفاكهة بضغطة واحدة. وكل اللي تعمليه هو إنك تفتحيها وتحط الخضار أو الفاكهة والضغطة واحدة، تحصلي على مكعبات صغيرة وأشكال كتير لتحضير الأكلات الشهية. النهاردة القطاعة الشهية 8 قطع فقط من المنارة، أشكال كتير لتقطيع الخضار والفاكهة، وكل ده بلمسة واحدة. القطاعة بتاعتنا مصنوعة من أجود أنواع البلاستيك غير القابل للكسر، كمان سلاح التقطيع من الفولاذ، يعني تقدري تستعمليها لكل أنواع الخضار والفاكهة وتستغني عن السكينة وبدون أي إصابات. سعر القطاعة اللهلوبة 119 جنيه زائد مصاريف الشحن. سعر القطاعة اللهلوبة 119 جنيه زائد مصاريف الشحن. للتواصل مع شركة المنارة عبر الإنترنت والدفع عبر الفيزا كارد، ويمكنكم متابعة المنتجات عبر موقعنا.